السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وسلامة ان شاء الله. لو حضراتكم فاكرين في الفيديوهات اللي فاتت كنا شرحنا اكتر من طريقة للحصول على RDP مجاني لعمل الاف الاحالات لنفسك من نفس الجهاز. شرحنا الطريقة من جهاز الكمبيوتر، وشرحنا برضو الطريقة من الهاتف، وكنا شرحنا طريقة لتغيير الدولة من داخل جهاز RDP. النهاردة ان شاء الله جايين بموقع جديد، موقع مجاني بيديلك RDP لمدة 30 دقيقة، ولكن بضغطة واحدة بعد انتهاء ال 30 دقيقة تقدر تجدد المدة مرة تانية ل 30 دقيقة إلى ما لا نهاية. يعني حضرتك مش محتاج إنك تسجل حساب حتى على الموقع، بمجرد بس دخولك على الصفحة الرئيسية للموقع ونقرة واحدة بتبدأ في الحصول على RDP لمدة 30 دقيقة، وبنقرة واحدة تانية بعد الانتهاء بتجدد نفس المدة مرة تانية من غير تسجيل وفي ثانية واحدة. قبل أي حاجة يا شباب خلونا نقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاتك هي حياتك فلا تترك الصلاة، إن أردت الفلاح في الدنيا والآخرة حافظ على صلاتك. طب علشان ما طولش عليكم أكتر من كده يا شباب، يلا بينا نبدأ الشرح على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ انا اخوكم احمد حمزاوي، ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. موضوعنا كله يا شباب هو نقرة واحدة على الرابط اللي هسيبهولك في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق، هينقلك مباشرة على الموقع اللي قدامنا ده. وزي ما قلنا في بداية الفيديو كل اللي على حضرتك هي نقرة واحدة هنا على Start Free Trial، وفي ثانية واحدة هيكون جهاز الـ RDP فتح مع حضرتك بدون أي مشاكل. وبعد انتهاء المدة الـ 30 دقيقة بترجع برضو على الصفحة اللي كنا عليها دلوقتي وبتنقر نفس النقرة وتعود تاني إلى جهاز الـ RDP مرة تانية، وده بيكون إلى ما لا نهاية وبلا حدود. زي ما حضرتك شايف هنا أول ما فتح الجهاز بيعدلك في الـ 30 دقيقة اللي هي التجربة المجانية. هنا الجهاز ده يا شباب بيدعم متصفح، ولكن موجود عليه متصفح جوجل كروم. لو حضرتك عايز تستخدم متصفح جوجل كروم هو موجود على الجهاز ولكن مش متسطب، احنا هنسطبه مع بعض حالا. هنضغط هنا على ابس اند سوفت وير، كروم موجود هنا زي ما حضرتك شايف، برضو كليكتين وهنفتح، وهنضغط على كروم سطب، وهنسطب جوجل كروم عادي جدا زي ما بنسطبه على جهازنا، مفيش اي مشكلة. وهو الموضوع بياخد معاك بالظبط 10 ثواني على ما بيتسطب معاك. زي ما حضراتكم شايفين اتسطب معايا متصفح جوجل كروم من غير اي مشاكل يا شباب في ثانية واحدة، انا ما حملتوش، هو موجود على الجهاز، انا بس سطبته زي ما حضراتكم شفتوا. بعد كده هنفتح جوجل كروم، حضرتك زي ما انت شايف بقى كده المتصفح جاهز معاك تقدر تستخدم. دلوقتي يا شباب حضرتك عايز تستخدم الكيبورد وتستخدم اعدادات الجهاز، وهنضغط على علامة الضبط اللي حضراتكم شايفينها دي ضغطة واحدة كده، وبتفتح لك هنا دي الحافظة حضرتك بتضيف فيها الرابط اللي انت عايز تدخل عليه من المتصفح، بتضيف الرابط في المكان دوت. يعني مثلا انا اضفت الكلمة دي اللي هي اسم الموقع اللي احنا خدنا منه الـ RDP دلوقتي على سبيل المثال يعني، وهقفل الحافظة دي تاني. بعد كده هدخل على المتصفح وهضغط هنا في محرك البحث كليك يمين وهضغط على بسط. اما هضغط على بسط هينسخ لي النص او الرابط او اي شيء انا كنت ضايفه في الحفظه. طبعا حضرتك تقدر تستخدمها زي ما حضرتك عايز، انا بوصل لحضرتك الفكره. وزي ما اتفقنا يا شباب لو احتاجنا ان احنا نستخدم محرك البحث هننسخ الرابط اللي احنا عايزينه، او هننسخ اي نص حضرتك عايزه هتنسخه هنا في الحفظه هنا، وبعد كده هتدخل على محرك البحث كليك يمين وهتضغط بسط. طيب حضرتك عايز تغير النص اللي هنا، هتشيل القديم وهتحط النص الجديد، وبعد كده تبدا تضغط على محرك البحث. طب يا شباب تعالى نستخدم المتصفح كده، مثلا اول حاجه نقول له ماي اي بي ادريس، نعرف حتى اللوكيشن بتاع الجهاز ده موجود فين. هنكتب في محرك البحث ماي اي بي ادريس زي ما حضراتكم شايفين عشان بس نعرف مكان الجهاز ده فين. هنضغط على اول هايبر لينك زي ما حضراتكم شايفين كده، الجهاز ده فاتح معانا من جمهوريه التشيك، تمام. طب حبينا ان احنا نغير الدوله يا شباب من داخل الجهاز، هنرجع على المتصفح مره ثانيه، وهنا هتلاقي ويب ستور او سوق كروم الالكتروني، هنضغط عليه كده هيفتح معانا سوق كروم الالكتروني. هنبحث عن اضافه VPN محترمه نقدر نستخدمها على جوجل كروم، فهنكتب VPN وبعد كده هنضغط انتر. هتظهر لك اكتر من اضافه VPN تقدر تستخدمها. لو حضراتكم فاكرين احنا استخدمنا دي في الفيديو اللي فات على متصفح فايرفوكس وكانت اضافه جميله جدا،
ممكن نستخدمها برضو على متصفح جوجل كروم. هنضغط على اد كروم اد اكستنشن، بعد كده هنضغط على علامة الإضافات من هنا. شباب هتلاقي إن الإضافة موجودة عندك هنا بس لسه مش متثبتة، حضرتك هتضغط على علامة التثبيت دي عشان تظهر الإضافة معاك بالشكل اللي حضرتك شفته. طبعا عايزين نشغل إضافة، هنضغط عليها هنا ضغطة واحدة كده وهتشتغل، هتظهر معاك الإضافة كده زي ما حضرتك شايف. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات برضه يا شباب إن بيست تشويس ده أفضل خادم تقدر تستخدمه، لأن هو بيغير اللوكيشن تلقائيا مع نفسه. طب يا شباب زي ما حضراتكم شايفين إحنا دلوقتي على جمهورية التشيك، وآدي الأي بي زي ما حضراتكم شايفين أهو بيبدأ ب 88 وآخره 130. يلا بينا بقى نشغل الفي بي إن بتاعنا ونبدأ نغير الدولة. زي ما حضراتكم شايفين أنا بختار بيست تشويس وهضغط كونكت، اشتغلت الإضافة معايا تمام. بعد كده هعمل ريفرش للصفحة علشان نشوف اللوكيشن اتغير بقى فين. ننتظر بس الصفحة تحمل. زي ما حضراتكم شايفين كده أصبح اللوكيشن فرنسا، وأدي الأي بي زي ما حضراتكم شايفين أي بي جديد. تقدر حضرتك بقى تغير اللوكيشن كل دقيقة براحتك زي ما أنت عايز، كل ما تقفل الإضافة وتفتحها تاني هي بتغير اللوكيشن تلقائيا. ولو حضرتك عايز تحدد لوكيشن معين اقفل الإضافة وبعد كده اضغط على العلامة دي، هتظهر لك كل السيرفرات المتاحة داخل الإضافة. ولكن هو السيرفر الأول ده شباب هو أفضل سيرفر أنا بستخدمه، لأنه بيغير اللوكيشن تلقائيا، ما بحتاجش إن أنا أخش على سيرفرات تاني. زي ما حضرتك شايف كده لو أنا شغلت الإضافة مرة تانية، إحنا على فرنسا دلوقتي، هعمل ريفرش للصفحة تاني كده بقينا على يونايتد ستيتس، يعني بقينا في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة جميلة جدا يا شباب والأداة جميلة جدا، وزي ما قلت لحضرتك كل ما تنتهي الفترة المجانية الـ30 دقيقة هترجع للصفحة دي زي ما حضرتك شايف، وهتضغط هنا على ستارت فري ترايل زي ما هتشوف معانا كده. خليني بقى أقفل جهاز الـ RGB خالص. إذا أنا قفلت جهاز الـ RGB خالص كأنه ما اتعملش أو كأنه انتهى كده. يا شباب انا قفلت جهاز الRGB وهبدا افتح جهاز جديد، فكل اللي عليا هضغط على ستارت فري ترايل، والثلاث ثواني بالظبط هيكون الجهاز فتح معايا زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. زي ما حضرتك شايف كده ده جهاز جديد اهوت، حتى متصفح جوجل كروم مش موجود زي ما بدانا في بدايه الفيديو. هتبدا تشتغل عليه تمام، وادي المده 29 دقيقه و 38 ثانيه، يعني جد 30 دقيقه جديده. وهكذا تقدر تستخدم اجهزه زي ما انت عايز، وتقدر تستخدم بعض المواقع اللي هسيبها لك في صفحه المدونه اللي حضرتك هتدخل عليها من الرابط اللي موجود في الديسكريبشن او في اول تعليق. هتلاقيني سايب لك مجموعه روابط لمواقع للربح من الانترنت تقدر تكسب منها من الإحالات الغير ناشطة، بمعنى الإحالات لمجرد التسجيل فقط. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون أفضل وطرق أفضل، فانتظروني. كان معكم أخوكم أحمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.